بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اسمي ني عينو نزيفة بنتي ني ماما أبدي، رقم الطلبة 1-2-0-3-0-6-9. الآن سأتحدث اليوم عن المشاكل التي غالبا ما يعاني منها الداعي وبعض الخطوات للتغلب عليها. كما نعلم، الدعوة هي مسؤولية كل مسلم على هذه الأرض. يمكن أن يقصد الدعوة بعدة مفاهيم، مثل الأول النداء، والثاني السؤال والابتهال فيما عند الله، والثالث السوق إلى شخص معين أو أمر ما، والرابع المحاولة أو فعلية لإمالة الناس إلى مذهب أو ملة. تنقسم الدعوة أيضا إلى قسمين: أولا فردية دعوة، وهي شخص يسلم الدعوة بشكل فردي، والثانية الدعوة بالجماعة، وتسلم الدعوة للناس حسب المجموعة. يشارك العديد من الدعاة المعاصرين اليوم في أعمال الدعوة بشكل خاص لنقل الرسالة إلى المسلمين، ولكنهم يرتكبون أيضا بعض الأخطاء التي تسبب بعض المشاكل في أنفسهم. كانت إحدى القضايا الأولية هي التصور السلبي للواعظ تجاه المجتمع. كان لدى الواعظ القليل من المعلومات، واستمر في شعور بمشاعر سلبية تجاه شخص ما، وانتقده بصوت عال دون معرفة حقيقة الموقف. على الرغم من أن التوبيخ أمر جيد، فإن تصرف الواعظ الذي لا يعرف ما هو الصحيح قد تحوله إلى افتراء وإهراج للآخرين، لأن الدعوة في الإسلام يجب أن تتم بحذر، ويجب أن تبدأ بتحقيق شامل في الوضع الحقيقي. نتيجة لذلك، كواعظ حديث من الضروري تجنب الطبيعة التفكير السلبي لتجنب دعوة الافتراء، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الحجرات آية 12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أحد الأخطاء أكثر شيوعاً التي ارتكبها الدعاة المعاصرين هو أن بعضهم سيستخدم مهمة الدعوة لاكتساب الشعبية في المجتمع، وعلى وجه الخصوص على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تويتر، وتيك توك. يحدث هذا لأنهم أكثر حباً للعلم من حيث المكانة والممتلكات المستمدة من قلوبهم، عندما يقوم الداعة بالدعوة من أجل الحصول على مكافأة الدنيوية، فإن جهودهم ستكون هباء، وسوف ينسون ما هي مهمتهم الرئيسية كواعظ ومرشد مجتمع اليوم. أن إعطاء الأولية للعالم سيقودنا إلى القيام بأشياء ليست ذات قيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: حدثنا حناد، حدثنا واكع أن ربيع بن صبيح، أن يزيد بن أبان وهو رقاشي، وأن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له.
معظم المسائل المذكورة آنفاً نتجت عن مشاكل في القلب الوعيس، مما تسبب في تحول موقفهم إلى موقف سلبي. إذن ماذا يجب أن يفعلوا لتجنب ارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى؟ أولاً وقبل كل شيء، يجب على الناس تصحيح مواقفهم بدءا من أنفسهم بقراءة وإعادة تقدير محتويات القرآن الكريم، وبسبب الكلمة النبيلة والأدلة مختلفة والكثير من الدروس. يقال إن آية القرآن هي شفة لأمراض القلب. نتيجة لإعادة التقدير هذه، سيبدأ الواعين في رؤية أخطائه ومحاولة إصلاحها، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. صدق الله العظيم. سورة الفصيلات آية 44. لذلك من الضروري كواعظ أن تطيع القرآن من أجل الحفاظ على القلب. وعلامة على ذلك بسبب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها القدرة على توزيع جميع الأخبار بسرعة، فإن الدعاة المعاصرين أكثر عرضة للسلوك غير الإخلاقي مثل الافتراء على الآخرين. فيجب أن يتجنب الداعي أمور الفساد الإدبي واللغة، لأن هذه الأعمال تؤذي الداعي نفسه. وكالدعاء يجب أن يحرم أي فجور، لأن فعل السلبية وخطئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى في حديث رواه أبو سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأخيرا، يقوم العديد من الدعاة في الوقت الحاضر بإيصال دعوتهم على أمل الحصول على شيء من الآخرين أو اكتساب سمعة في مجتمع، لكن يجب ألا ينسوا أبدا أن الجانب الأساسي في الدعوة هو أن يكون صادقين. الإخلاص هو نظام يركز على القلب، على الرغم من أن لا أحد يعرف ذلك ينكر الله، إلا أنه يمكن الحكم عليه من خلال تصرفات الجاني الخارجية. من المهم ملاحظة أن الإخلاص لا يعني فقط عدم ممارسة سمعة ورياء، ولكنه يعني أيضا أن الواعظ يأمل ببساطة أن تفيد الرسالة التي يوصلها الآخرين. على حد تعبير القرآن، يقول الله تعالى أن تكون صادق أو إخلاص، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. صدق الله العظيم. في سورة الأعراف آية 29. ونتيجة لذلك، من المهم أن نكون صادقين الداعي، لأن الداعي الصادقة ذات نوعية أفضل ومليئة بالعاطفة. وخلاصة القول، بصفتنا واعظ لن نتمكن من تجنب ارتكاب الأخطاء، ولكن بعد إدراك الخطأ نحتاج إلى تصحيحه فورا حتى يمكن قبول رسالة الداعي التي نريد نقلها للآخرين، ولا يتم إهانتها بسبب موقفنا السيء. شكرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.